9 مصممين 60 دقيقة وبريف مفاجئ. الموضوع مش هزار، ده صراع بينهم على مين هياخد المركز الأول. كل واحد فيهم بيحاول يطلع أقوى حاجة ممكن يقدمها علشان ياخد الجايزة. أهلا بيكم في التحدي السنوي لاستشارة التصميمات، دي النسخة الأولى منه واللي هتتكرر بإذن الله كل سنة بتاريخ إنشاء القناة يوم 10 سبتمبر، واللي سعيد إننا بنحتفل مع بعض بمرور سنة كاملة على إنشاء القناة واللي بتكبر كل يوم بيكم. فما تنساش لو لسه اول مره تتفرج على القناه انك تعمل سبسكرايب وتدعمني بلايك وشير علشان عائلتنا تكبر اسرع، ويلا بينا على التحدي. الساعه دلوقتي 9:58 دقيقه بتوقيت مصر، والتحدي المفروض هيبدا الساعه 10 بالظبط، والناس اللي قدامنا ديت ما تعرفش اي حاجه حرفيا عن البريف. البريف بقى مطلوب فيه تصميم مانيبيليشن دعائي لعربيه جيب، والتصميم لازم يكون معبر عن المغامره في الطرق الوعره، وليهم حريه اختيار الوان التصميم المود بتاعه، وكمان لون العربيه سبتها لهم كده يقدروا يغيروها زي ما هم عاوزين، بس بشرط يكون اللون موجود فعلا في عربيه موجوده فعلا. واكدنا في البريف ان هم يخلوا التصميم في اطار المحدود والواقعي عشان دماغهم ما ترميش بعيد ويروحوا للخيال العلمي. ومن فتره دخلت معاهم وقلت لهم يركزوا عشان يقدروا يطلعوا فيجوال قوي، وبصراحه حته التركيز ديت انا ناولهم على نيه سودا جوه. دلوقتي هتحسهم ان هم هادين والدنيا تمام عشان لسه التحدي ما بداش، اصبر عليهم شويه كده هتلاقي الدنيا اتوترت والدنيا ولعت دلوقتي. ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ ما تنسوش تقروا البريف كويس وتاخدوا وقتكم في الفكره، واهم حاجه الفكره، يعني ركز على الفكره بعد كده التنفيذ كله هيكون سهل باذن الله. البريف برضه هيوصل لكم كمان حاجه بسيطه، بس قبل ما ابعته لكم دلوقتي محتاج منكم تقولوا لي ان انتوا جاهزين. جاهزين؟ جاهزين. طيب يلا البريف وصل لكم اهوت في التشانل وابداوا يلا. أكرر، عدى 10 دقايق. مفيش تسليم قبل نص الوقت يا شباب، ها؟ مفيش تسليم قبل نص الوقت. والله عاملين عظمه يا شباب، والله ايه الحلاوات دي ما شاء الله. الشباب في اللي بدا على طول، في اللي راح عمل انسبيريشن، وفي اللي قاعد يتامل في البريف عشان خاطر يشوف الدنيا وراح يعمل انسبيريشن. بجد بجد عايش 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 بجد على اللي انا شايفه.
برضو زي ما احنا شايفين هنا مهند بدأ بقى خلاص وراح دخل دايركت على الباك جراوند يبدأ يشتغل عليها ويشوف هيعمل ايه في التصميم بتاعه. عبد الحكيم ربيع لسه بيدور على الاستوكات اللي هيحتاجها. مريم محمد بدأت دايركت برضو بتلف في ياندكس. عاش عليك يا مريم، بالتوفيق ليكي بجد بجد، الشغل شكله جامد ومولع وشكلها هتظبط الدنيا دلوقتي. مهند بيظبط كمان العربية، شكله رايح للستايل التلجي. ودي يا مهند عاش، كمل كمل مالكش دعوة بيا كمل. ايوه يلا بينا. عبد الحكيم بيسيرش على فري باك. مريم راحت للطرق الوعرة دايركت اهيت يا مسهل، شكلي في عظمة هتحصل يا جدعان. ودي يوسف أرامي دخل الكادر معانا. ها اوه يوسف برضو شكله رايح للتلج ولا ايه؟ عبد الله محمد اشتغل على ستايل الرملة ودخل دايركت خلاص، يعني ما سماش على طول لان الانسبريشن مين يا عم بتاعت الناس دي، تعالى على طول دخل التصميم. ودي هشام دخل معانا الكادر اهوت. ايه يا هشام بتعمل ايه؟ اتفرجنا كده معاك. عايش يا صديقي والله، نايس نايس نايس، شكله رايح ايه؟ طريق وسرعة وسبيد تقريبا. يوسف أرامي بيبحث لسه في التلج، نشوفه هيعمل ايه دلوقتي معانا. بجد بجد انا عايز اقول لكم ان التيم ده بجد عاملين عظمة جدا، اوريدي كلهم مستواهم قريب بالنسبة للناس اللي قدمت ان توتال، مستواهم كويس متقارب من بعضه، فاعتقد اللي احنا هنشوفه كمان شوية هيكون الموضوع صعب معانا، هيكون صعب جدا في الحكم. عبد الله محمد خلاص هو بنى الستايل بتاعه تقريبا، ويعني عايش بقى هو دلوقتي بيظبط اضاءاته وشدواته وبيظبط الدنيا كلها على الفاينل ريزلت ديت. يوسف لسه بيدور، ومينا الرجائي دخل معانا دلوقتي اهو بيظبط التظبيط وبيخش بيسيرش على بيكسلز. احمد جباره من الجزائر بالمناسبه، بجد احمد من الناس الشاطره جدا. اوكي احمد طلع لك، عارف انت اللي هو ايه، كل واحد بيروح يجيب بوديوم، احمد راح جايب لك ايه العربيه حاطها لك على بوديوم بس كبير شويه. عايش بجد ابو حميد. عثمان مروكي جاهد، ودي ايه الحلقات دي. احمد جباره خلاص شكله برضو يعني وصل للكومبوزيشن اللي هو بيدور عليه، جاب الصخره وحط عليها العربيه دايركت. جمدان يا ابو حميد عايش والله. مينا رجائي لسه بيسيرش تقريبا. عثمان مروكي بدا برضو يروح اهوت باك جراوند وبيبني السما بتاعها ماشيه ازاي. بقول لكم ايه، تعالوا نرخم عليهم. شباب عدى ربع الوقت يا شباب، شباب عدى ربع الوقت، ربع الوقت عدى يا شباب، شباب شباب عدى ربع الوقت. محمد دخل على شطر وشغال ما شاء الله، الله اكبر عليه، يعني قاعد بيدور على الاستكات اللي هيستخدمها. في عظمه يا جدعان بتحصل يا جدعان، في عظمه بتحصل هنا يا جدعان. ودي ودي على الاوفر ليز وعلى الرمله والحاجات الحركات اللي هتطير دلوقتي. متحمس قوي بجد اشوف النتائج اللي هتطلع دلوقتي. التوفيق ليك يا عبد الله ان شاء الله. ودي شكلي في عظمه هتطلع من التصميم ده بجد. بصوا انا عايز اقول لكم مهما كان مين كسب او مين اللي هيكسب لسه معانا، يعني حرفيا حرفيا يعني بالتوفيق لكم كلكم، كلكم شغلكم عظمه ان شاء الله. عبد الله راح لك لستايل الرمله وفاهم، والعربيه بقى هتطير وهتكسر الدنيا. عبد الحكيم الربيع دخل معانا دلوقتي اهوت يا مسهل. تعمل عبد الحكيم اوكي جامد يا صديقي والله جامد جامد. انا عاجبني اصلا كمان الريفرنس اللي انت جايبه والاستوكات اللي انت مختارها، شكلها بجد عظمه جدا. بس مش عارف ليه حاسس ان انت واقع في غلطه كده عبد الحكيم، هي هتبان في الاخر عامه، عشان انا مش متاكد من الشكل اللي انا شايفه كده، حاسس ان في مشكله في المقاس، مش عارف ليه حاسس، عايز احساس. خلينا نشوف كده مع بعض. اوه ودي على الاب سكيل جمدان. الناس اللي بتدور على الاستوكات فما لقيتهاش مناسبه تروح تدور وتعليها اكتر، عاش عليك بجد عبد الحكيم. احمد جباره بالمناسبه، احمد جباره من الجزائر، حد كده شاطر ولذيذ جدا، شفت التصميمات اللي هو عاملها حاجة رائعة جدا 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 بجد. واو لا لا كومبوزيشن تحفة. ايه الحلقات دي؟ جاب لك العربية على تلة
وجاب لك مغامرين، فاللي هو ايه هتساعدك في المغامره او هتوصلك للمغامره وكده، فبيحاول يعبر عن عن التكست نفسه. وانا ده احمد ايه اللي ودانا للبحر يا مهند؟ اوه ودي جمدان يا صديقي، انا حسيتك رحت بعيد شويه، بس يعني عايز هيطلع منها حاجه جامده ان شاء الله. ان شاء الله هيطلع منها حاجه جامده. ايه الحلقات دي يا صديقي؟ جامد. انا حاسس ان في عظمه هتحصل دلوقتي من مهند بجد حقيقي. يوسف قرامي معانا، يوسف دخل بقى ايه بيدمج الباك جراوند حاليا، شغال عليها لسه، روح وعره فراح للطوب والصخر المكسر وبتاع. طب في ليك يا يوسف، والله انا بجد متحمس اشوف النتائج. انا شايف في عظمه بتحصل دلوقتي ومش عارف ده هيوصلنا لفين بعد كده، بس احنا هنشوف اللي فين ده كمان شويه، فمش عايزين نستعجل الاحداث ونبقى عايزين نعرف على طول يعني. اوه ميكس ما بين اتنين انفايرومنت، بحيث ان هو مطلعك من مود لمود تاني. عايش شباب، عدى نص الوقت، وكرر عدى نص الوقت، اللي لسه ما خلصت تصميمه يخلصه بسرعه. رمله وصحراء بس انت رحت مختلف يعني، عبد الله راح لرمله وصحراء والعربيه طايره من على جبل رملي، هنا جاب لك المود نفسه اصلا صحراء فعلا، اللي هو الدنيا نار وبتولع ودخان والعربيه برضه مكمله معاك عشان يبين لك قيمه العربيه او قوه العربيه نفسها. عايش بجد، عايش هيتش بجد والله، نايس ان شاء الله. عثمان مروكي من المغرب، هلا والله باهل المغرب بجد. لا 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 بجد انا متحمس اشوف تصميم عثمان، لان بجد عثمان بيعمل لنا عظمه دايما يعني. بيظبط دلوقتي حاليا الدوجو البيرن تقريبا. جمدان جمدان، بيعلم الهايلايت. ايه تاني؟ ايه التفريغ بقى، وبيهتم بالتفاصيل الصغيره. يا جدعان بقى اتفرج على الناس اللي مركزه على التفاصيل الصغيره. مينا رجائي دخل معانا اهوت يا مسهل. انا متوقع ان في عظمه بتحصل من مينا برضه، لان مينا دايما بيفاجئني في التحديات الاسبوعيه من استشاره التصميمات بتصميمات جامده، فهل فعلا هيعرف ينافس مع الشباب في التحدي بتاع النهارده؟ وده اللي احنا هنشوفه مع بعض دلوقتي. بص اللي بيهتم بالتفاصيل مش بياخد العربيه يحطها، لا ده داخل يعدل على العربيه، داخل يحسن من العربيه ويخليها اقوى واجمد. عاش عليك. بس ايه اللي ودانا دلوقتي للغابات بقى؟ يعني اوكي هو راح المغامره معاه للغابه نفسها، ان الشخص المغامر هو اللي رايح الغابه. يعني بصراحه كل واحد راح لفكره مختلفه ولذيذه بصراحه، يعني حتى هي فكره ان هي مختلفه دي حاجه تميزه في حد ذاتها. اوكي ودي على البرن السريع اللذيذ. انا بجد لا 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 بجد مش عارف اقول ايه مع العظمه دي يا جدعان. الواحد اكتشف موهبته في الغنى وحب يشارك المتسابقين معايا يعني. سيكا كتاب حياتي يا عين، ما شفت زيه كتاب، الفرح فيه سطرين والباقي كله عذاب. اوه مريم محمد اخدت لك الطريق الوعر من اوله لاخره، اللي هو تعالى بقى انت عايز طرق وعرة، جبت لك اعور طريق موجود في الدنيا. عايش عليك يا مريم بجد، متحمس قوي اشوف التصميم بتاعك. ايه الحلويات دي؟ ان شاء الله. جابت لك بقى دخان تحت العربيه، ان هو العربيه بتجري على الطريق جامد وبتاع، واخد الطريق الواعر فعلا. فبصراحه الفكره تدل على جمدان هيحصل دلوقتي معانا يعني. اوكي بجد انا مبسوط قوي بالتصميمات اللي احنا خدنا نبذه عنها من شويه. دلوقتي احنا بنبص مع بعض حاليا، مهند معانا، عبد الحكيم، ربيع، مريم، محمد على الشاشات اللي في الجنب، الناس شغاله وبص يعني عاملين عظمه بجد. مهند راح للتلج، عبد الحكيم راح يدمج ما بين اثنين انفايرمنتس، بحر وتلج في نفس الوقت، مريم راحت للطرق الوعره اللي هي بتكون ما بين الجبال او الحتت اللي هي بتكون ايه مع الراجه ديت. بجد عايش عليكم بجد، ان شاء الله الشباب بدات تخش على التايبوجرافي. توفيق. جامد. مهند مهتم قوي بالتفاصيل ومهتم قوي بالحاجات اللي طايره والشغل الجامد اللي قدامنا ده، انا بجد مبسوط قوي منك يا مهند، بسم الله ما شاء الله. بس الفكره برضه في فاينل ريزلت هتودينا لفين، ده المهم يعني. انت بتضيف حاجات جامده، بس انا بحس ان انت هتزودها، لان انت مزود فوق وتحت وفي كل حته، فده هيودينا لفين، ماذا بعد؟ ده اللي احنا هنشوفه مع بعض بقى في الاخر. عبد الله محمد عامل شغل جامد بصراحه في الرمله، بسم الله ما شاء الله يعني، بالتوفيق ليك ان شاء الله.
يوسف أرامي، كلهم بدأوا يفنشوا نوعا ما التصميم بتاعهم رغم ان الوقت لسه معداش ما شاء الله على السرعة في الأداء. يعني يوسف أرامي بدأ يكتب التايبو بتاعه وأوريدي خلاص يعتبر فنش التصميم، شكله خلص. الناس لسه شغالة، يوسف انت رايح فين؟ هشام محمد معانا فوق دلوقتي اشتغل على الستايل بتاع الرملة، بدأ يضيف اهوت بعض الرتوش في الخلفية ورا بحيث ان هو يظهر الطقس الحار بتاع الشمس وكده وبتاع الصحراء بشكل عام. بجد عليك، عايش عليك يا هشام. هشام وعبد الله اصلا الاثنين شغالين على ستايل رملي والاثنين مع بعض في نفس الوقت. هشام راح شويه للساتوريشن والتشبع العالي، في حين عبد الله راح للساتوريشن خفيفه، بس فكره ان العربيه طايره في الرمله او بتجري على الرمله ما بتغرزش، ودي برضو من مميزات جيب تقريبا. فعايش بجد عبد الله، نايس ما شاء الله. يوسف أرامي لسه بيفكر هيعمل التايبو ازاي، ويعني يوسف خلص يعتبر انا شايف من وجهه نظري ان يوسف خلص، ورغم كده يعني هو بيدلع دماغه في اللي هو نطلع التايبو هيكون عامل ازاي وهيكون ماشي ازاي. فبجد كفو عليك يعني يا صديقي، راح يجيب كمان لوجو عربيه الجيب، بجد عايش 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 نايس. هشام بيظبط السيتويشن بتاعته، عبد الله بيظبط الكومبوزيشن بتاعه، ويوسف قاعد بيدلع التصميم بتاعه. فيعني عظمه يا جدعان، يا جدعان عظمه يا جدعان. خش لي بمينا ورجائي بقى، والله مينا ودي عبد الله محمد ومينا ورجائي معانا ويوسف أرامي. مينا ورجائي دخل معانا في الكادر وعمل شغل جامد اهوت ما شاء الله. بدا يضيف الدخان او الرتوش او بعض اللي هو عارف انت الحاجات المتطايره اللي حوالين العربيه، بس انا مش عارف صراحه ايه علاقه الرمله بالغابه. الغابه ما بتكونش فيها رمله، بتكون فيها طينه، لان الغابه عباره عن زرع. فليه رحنا للرمله؟ انا دي ما فهمتهاش قوي دلوقتي، بس هنشوفه في الاخر. قد يكون لي وجهه نظر، ممكن يعدل عليها، ممكن يغير بعض التفاصيل يحولها لحاجه مناسبه، ده اللي احنا هنشوفه مع بعض في الاخر. احمد جباره بدا يبني اكتر الكومبوزيشن، او ما شاء الله بجد احمد عجبني قوي فكره. هو ما راحش للبوديوم اللي احنا بنحطه عليه المنتج، هو عمل بوديوم طبيعي من صخره كبيره حط عليها العربيه اللي بتتباع عندنا، فوضح العربيه بشكل كبير، وفي نفس الوقت ضاف معانا لو انتم شايفين شغال دلوقتي عليها، ضاف الناس المغامرين اصلا قاعدين جنب العربيه، فهو عبر عن معاك في اي مغامره اللي هو هي معاهم فعلا على ارض الواقع، وده التعبير الحرفي اللي اتكلمنا عنه في الحلقه بتاعت ايجاد الفكره. فعايش بجد بجد احمد جباره، بسم الله ما شاء الله الفكره بتاعتك تحفه تحفه. عثمان مروكي شغال لسه بيعمل رتوش تقريبا على بيظبط في الشادوز هناك اهوت، بس حسيتك ان انت تقلتها شويه يا عثمان، مش متاكد من نقطه زي كده. تصميم بسم الله ما شاء الله بجد يعني من بعيد يشد نوعا ما. سليم التصميم. يوسف أرامي ايه ظروفك يا يوسف؟ ايه ده؟ انت بتتكلم جد؟ بجد عايش 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 بجد يا يوسف، بسم الله ما شاء الله، بالتوفيق ليك بجد في التحدي. انت فاجئتني ان انت خلصت بجد. بجد كفو عليك يا صديقي، لا حقيقي حقيقي بجد التصميم شكله لذيذ. خلينا نشوف بقى في الاخر مين اللي هيكسب. عايش عليك يا يوسف، اول واحد يخلص معانا يوسف أرامي، وبالتوفيق ليك ان شاء الله في التحدي ده.
الباقي من الزمن 10 دقائق. التسليم يلا تسليم للتصميمات كلها يا شباب. يلا 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 يوسف خلص من بدري وايه ما بتسكوش بيتكم ولا ايه؟ يلا شباب يلا شباب لموا الورق الوقت خلص. كله يرفع التصميم على الفورم اللي مبعوثه ويعني بالتوفيق لكم بقى كلكم. دلوقتي نشوف التصميمات مين اللي كسب معانا بالمراكز الثلاثه الاولى. بس قبل ما نروح نشوف مين اللي كسب معانا بالمراكز الثلاثه الاولى وكسبوا ايه, خلينا نشوف راي المتسابقين في الحلقه وفي التحدي كان شكله ايه. السلام عليكم, انا مريم محمد من مصر. جات لي فكره التحدي العربيه بتاعتنا حابه اظهرها بشكل سيمبل ان هي تبقى بتحرك في الصحراء عشان ادي جو المغامره بتاعتنا. فاخترت باك جراوند وده نفس كيرف العربيه وبقى انا يعني التكتشر بتاع التراب, وحبيت برضو اضيف السرعه في العربيه فاديت تاتش نيون من الجنب كده جنب العربيه, وحاولت ان انا انقل التكست قريب جدا من اللوجو بتاع الشركه. فالتحدي بصراحة ان توتال كان لطيف ان انا اتحط تحت لود كده لمدة ساعة, انا اصمم لمدة ساعة خلص كل حاجة. فبصراحة كانت تجربة لطيفة جدا, واحمد برضو كان كل شوية يخش ويجي ويخدنا ويحطنا تحت ستريس, وبصراحة برضو كان حاطط لنا برضو اغاني وكان كانت موضوع كان لطيف بصراحة. يعني توتال التجربة احب اكررها تاني, ويعني ان شاء الله اكون عمل تصميم كويس يعني. انا اسمي رجائي من مصر. التحدي كان بشكل عام كان لذيذ بحيث ان انت تقدر تتنافس مع اكتر من واحد في نفس الوقت. طبعا بالضغط انت عايز تخلص تصميم في ساعة, وفي نفس الوقت عايز دور على ستوكات, عايز تشوف الفكرة, عايز تعمل كذا حاجة في نفس الوقت. بالضغط كان محمود كان بيخش كده يغلس علينا في نفس الوقت, لكن بشكل عام المشاركة نفسها كانت حلوة, استفدت منها كتير. التصميم بشكل عام كنت عايز اللي هو طلعه اللي هو يبقى في حتة العربية وهي معدية, دي بقى فقشت التراب دي الطين اللي في بيوت موجود في الغابة. الباقي الحياة دي كنت عايز اعملها, بس يعني الحمد لله يعني حاسس انها طلعت نتيجة حلوة في وقت قليل. فبس يعني اتمنى ان احنا نكون وفقنا ونطلع ناخد مركز يعني ان شاء الله. انا مهنا دحمن من مصر, اشتركت في تحدي التصميمات السنوي, كانت تجربة حلوة جدا استمتعت بيها بجد. وصلت للصورة بعد ما اتعلمت من احمد عبد القادر في فيديو على اليوتيوب على الشانل بتاعته ازاي تعمل تغذية بصرية صح. وصلت للفكرة عن طريق اللي انا عايز اعملها مغامرة حقيقية في العربية, فبدأت افكر ازاي اعملها مغامرة حقيقية. فكرت ان انا تكون بتشد وراها سفينة كبيرة جدا وماشية على الجليد, فالجليد صعب تمشي عليه اي عربية بسرعة كبيرة جدا, ويوصل لكم احساس القوة والسرعة. انا هشام محمد من مصر.
فكرة التحدي كانت جميلة جدا، المنافسة كانت قوية، حبيت جدا روح التحدي والمنافسة، حاولت قدر الإمكان ألتزم بالرول في الوقت المحدد وأعمل حاجة طبيعية ما فيهاش حاجة من الصلاة. معكم عثمان مروجي ميدويز جرافيك ديزاينر. صراحة بالنسبة للتحدي كان لي الشرف أني نشارك في تحدي سنوي لاستشاري تصميماش اللي نظمه الأستاذ أحمد عبد القادر. صراحة المسابقة كانت في المستوى وخا واجهنا شوية صعوبات نظرا لضيق الوقت والبحث عن الصور وشحال من حاجة. بالنسبة للتصميم اللي صممت كان صراحة بروسيس ديالو كان شوية متعب نظرا للأفكار اللي كثيرة وصعيب تخرج من واحد الفكرة اللي في واحد الوقت اللي وجيز. بالنسبة للفيزيو اللي صممت صراحة أنسبيريت من بينتريست، خديت بزاف ديال الصور خديتهم كانسبيراسيون صافي وقررت اني نصوب واحد الفيزيوال. صافي هادشي اللي كاين وكنشكر الاستاذ احمد عبد القادر على التحدي هذا الجميل ونشوفكم ان شاء الله في التحدي ديال السنه الجايه. انا عبد الله محمد من مصر. اول مره اشارك بصراحه في المسابقه وبصراحه تجربتي كتجربه اولى كانت كويسه جدا. المسابقه لذيذه، الوقت بتاعها وقت قصير، ده ساعد الناس ان هي تبدع اكتر بسرعه فيكون في منافسه. كان سيرفر الديسكورد جميل جدا وقت المسابقه والتحدي، كانت الدنيا لذيذه، كان في اغاني شغاله، الناس بتتفاعل مع بعض سواء بتشجيع سواء بره، ناس من بره في الديسكورد في تشانل تانية بتشجعنا. كنت مبسوط جدا بصراحه. فكره الديزاين جات لي من اول ما قريت البريف لانها كانت بتتكلم عن عربيه الجيب والطرق، الناس بتحب تركبها وتمشي في طرق وعره والمغامرة، روح المغامرة يعني. فبما اننا عارفين اغلب عربيات الجيب بتبقى عبارة عن دفع رباعي، فانا حبيت ان انا اخلي الطريق الوعر اللي انا احط فيه العربية صحراء لانها هتمشي حلو في الصحراء وفي نفس الوقت يبقى فيه مغامرة والناس بتجري في الصحراء، وبرضو الصحراء من انواع الطرق الوعرة زي الطرق اللي فيها جبال او الغابات او كده. فحاولت ان انا الوقت بتاع الديزاين كان قليل فكان الحوار في منافسة وكده، فحاولت ان انا اظبط الدنيا على قد ما اقدر. بس فكرة الراجل اللي طالع من الشباك ده كان جات لاخر حاجة بصراحة يعني طلعتها على طول مرة واحدة بس، وانا اتبسطت جدا بمشاركتي واتمنى السنة الجاية اكون موجود برضو. انا بجد والله حرفيا سعيد ان انتوا كنتوا معايا النهاردة في التحدي. التحدي كان عظمة وبجد يعني منافسة شرسة جدا ما بين 9 ديزاينرز اقوى من بعض وفي نفس المستوى، فيعني بجد ما شاء الله بجد عليكم شابو وبالتوفيق ليكم في تصميماتكم العامة في حياتكم في الشركات في الدنيا كلها. بجد انتوا مصممين عظمة وقدمتوا عظمة معانا النهاردة في الحلقة. بالنسبه للمشاهدين بقى فانا عندي خبرين، واحد حلو وواحد وحش، وخلينا نبدا ونقول الخبر الوحش ونختم بالخبر الحلو. الخبر الوحش ان للاسف في ديزاينر معانا عمل تصميم جامد جدا وعمل مجهود كبير بس للاسف ما التزمش بالبريف وما التزمش بمقاسات التصميم. فيعني انا بصراحه مش حابب اقول الاسم عشان خاطر ما ضايقهوش، بس هو بجد شابو ليك يا صديقي، اديت بتصميم حلو جدا وعملت اللي عليك وزياده وبالتوفيق ليك بجد حقيقي. حاول بس تركز بعد كده في التفاصيل الصغيره. اما الخبر الحلو فان احنا هنقوله ايه هي الجوائز اللي هيكسبها المراكز الثلاثه الاولى ومين هم الثلاثه اصلا. المركز الثاني والمركز الثالث هيكسب معانا اكونت ادوبي ستور، اما في المركز الاول فهيكسب معانا اكونت انفاتو، ودي الجائزه الكبرى اللي حرفيا يعني حرفيا جمدان يعني بالتوفيق ليك بجد فيه، انا نفسي فيه الصراحه. بالنسبه للمركز الثالث كسب معانا شخص عامل عظمه جامده جدا النهارده، راح حقق السهل الممتنع وعمل لنا تصميم على قد ما هو سيمبل الا ان هو جذاب وبين لنا فيه العربيه بفوكس جامد جدا جدا حرفيا. وبالمناسبه الشخص ده بينافس معانا طول السيزون الاول من استشاره التصميمات وعمل لنا شغل جامد ويمكن كسب قبل كده في تحديات استشاره التصميمات، فبالتوفيق ليك يا صديقي. ويكسب معانا بالمركز الثالث يوسف ارامي، الف الف مليون مبروك يا يوسف، بجد حقيقي عملت لنا شغل عظمه وبالتوفيق ليك في التحديات اللي جايه من استشاره التصميمات في السيزون الثاني، مستنيك ان شاء الله. اما المركز الثاني واللي راح للطرق الوعره فعلا واللي عمل تصميم حرفيا جامده حاول يعبر عن السبيد وعن الطريق وازاي العربيه بتعرف تتحكم في نفسها في الطرق الوعره وفعلا بتستحمل وبتقدر تكمل وكده، يكسب معانا بالمركز الثاني هي بنت ورفعت راس البلد كلها، مريم محمد، الف الف مليون مبروك يا مريم، بجد حقيقي مشاركتك جميله جدا وبالتوفيق ليكي في التحديات اللي جايه من السيزون الثاني، والف مليون مبروك ليكي انت ويوسف على اكونت ادوبي ستوك. ونيجي للمركز الاول والشخص اللي قفل التحدي السنوي لاستشاره التصميمات وقال لك النسخه الاولى من التحدي السنوي لاستشاره التصميمات واللي هي ختام اصلا للسيزون الاول من استشاره التصميمات بتاعتي، وانا اللي قفلت اللعبه النهارده والتحدي ده حرفيا في ايدي.
بجد انا فخور بيك يا صديقي، عملت لنا تصميم جامد جدا من حيث التنفيذ والفكره لذيذه، وبجد شابو ليك يا صديقي. يكسب معانا بالمركز الاول عثمان مروكي، الف الف مليون مبروك يا عثمان، بجد سعيد جدا بمشاركتك معانا، وسعيد جدا 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 بمشاركات كل المشاركين في التحدي السنوي. حاجه كده عظمه وحاجه كده جميله جدا. حابب اقول لك ان انت كمان تقدر تشارك معانا من خلال التحديات الاسبوعيه اللي موجوده كل اسبوع، وبدايه اصلا من السيزون الجديد السيزون الثاني من استشارات تصميمات، واللي حرفيا هتشوف ان شاء الله في الجمعه اللي جايه باذن الله على قناتنا هنا على اليوتيوب. فلو لسه ما عملتش سبسكرايب انزل اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس وادعمني بلايك وكومنت، وشجعنا اكتر واكتر ان العيله تكبر وتبدا تشير لنا اكتر واكتر عشان نوصل لاكبر عدد من المتابعين واكبر عدد من الافاده واكبر قدر من الافاده باذن الله. بجد سعيد ان انا كنت معاكم النهارده، سعيد بكل المشاركين، اشوفكم على خير الحلقات اللي جايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.